لما تدخل القصة في الشعر تجد كأن الشعر انفرد أكثر. ولكن الذي اخترع القصة هو فعل شيئا، كل هذا الكرم وكل هذه الشتيمة لمعا وهو يعطيه، أعطاه مرتين. أحيانا تتداخل القصة فتروى نثرا. ليس كل الشعر القصصي هو شعر سطحي. إذا عندك صبر تسمع النص ممكن أقرأ. نعم أكيد، لأنه في شوية طول. شوف على الحواري، يعني حوارية عالية ليس فقط قصة. هل يمكن أن تقرأ هذه القصيدة بجوها الحزين؟ يعني أحيانا الشاعرية هي التي تصنع هذه الجمالية. هل تظن أن الشعر في العصر الحديث يمكن أن يشفع أمام سلطان؟ يا سيدي من دون أن تتكلف ذلك، هذه القصة أو القصيدة ما قرأتها يوما إلا وبكيت. طيب أبكنا معك قليلا. أنت بإمكانك أن تقولها لأولادك ولخلانك. قصص فيها عبر. الشعر القصصي له زعماء كثر في التراث العربي. صحيح أنتم الشعراء تبصرون ما لا نبصر نحن العامة؟ كثير من القصائد التي كتبت عندما تقرأها كأنك تقرأها اليوم. منزل آخر من منازل القصيد اليوم في الشعر القصصي، حيث تتداخل القصة بالشعر. مع أن القصة جنس أدبي مختلف عن الشعر، لكن سبحان الله منذ القديم لوحظ أن هنالك عناصر للقصة في القصيدة العربية. يعني من معلقة امرئ القيس وهو يتحدث عن مغامراته، وهو يتحدث عن حياته الشخصية، والصعاليك وما فعلوه الصعاليك. نعم. أيضا بالقصة. إلى أي حد تدخل القصة في القصيدة أحيانا؟ الحقيقة أنا شخصيا أول ما وعيت على الشعر، يعني وما جذبني إلى الشعر هو القصة، القصة الشعرية. فكنت أحفظ القصص البسيطة. لماذا؟ لأن القصة يعني تقدم لك الشعر بطريقة بسيطة، هي أقرب إلى الشعبية، الحالة الشعبية التي تعيشها. فتعلقت بالشعر من هذه القصص، يعني قصص كانت عادية جدا من مرويات الأصمعي، وأنت تعرف كيف الأصمعي كان يروي هذه المرويات ويقول لقيت شاعرا أو أعرابيا قال كذا وكذا وكذا. فتعلقت بالشعر من هذه النافذة. يعني أذكر من أوائل القصص مثلا الذي سمعتها أو التي سمعتها، أن رجلا يقال له أبو حمزة، كان لا يأتيه إلا بنات، هو يريد أولادا ذكورا، فحلف على امرأته أنك إذا يعني أتيت يعني الولادة الجديدة إذا كانت أنثى فيعني سأغضب وربما أطلقك. فجاءته أنثى فلم يدخل إلى بيت امرأته، ذهب إلى البيت المجاور، فسمع في الليل صوتا، هو صوتها وهي تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا، غضبان أن لا نلد البنين، فالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد زرعوه فينا. الله. فهذه القصص الجميلة الرشيقة هي التي حببت إلي الشعر، وعرفت أكثر عن الشعر وقرأت أكثر عن الشعر، لأنها القصص القريبة إلى النفس، إلى القلب، إلى الحالة الشعبية التي تعيشها أنت في محيطك. هو بشكل عام يعني القصة قريبة من النفس. كان عندنا أستاذ جامعي كتب مرة كتابا يتحدث فيه عن متعة الرواية، من أن الحالة السردية أو الحكايات الشعبية قريبة للناس، والإنسان يحب أن يستمع إلى ذكريات الآخرين، سرديات الآخرين. الشعر في الأصل هو صورة تكثيفية، يعني العبارة فيه مكثفة، فيه إشارات واستعارات ورموز. لما تدخل القصة في الشعر تجد كأن الشعر انفرد أكثر، كأن جسده بدأ يتحلل أكثر، أو كأن معالمه صارت أكثر وضوحا للمتلقي. يعني أنا لما أقرأ مثلا للخنساء وهي تتحدث عن قصة سباق أخيها مع أبيها، جميلة القصة، الأب يسابق الابن، العرب كانوا يتزوجون باكرا فكان الفتيان يشبون، ف
فيسابقون آباءهم، هي تقصد سباق الخيل. والله حلوة ومؤثرة وفيها شيء من الطرافة، لكن لا يغيب عنك أن فكرتها يعني تكاد تكون مختزلة. الشعر القصصي فكرته تكاد تكون مختزلة، مثلا تكثيف كما ذكر. نعم، مثلا تقول: جار أباه فأقبلا وهما يتعاوران ملاءة الفخر، حتى إذا نزت القلوب وقد لزت هناك العذر بالعذر، وعلى هتاف الناس أيهما، قال المجيب هناك: لا أدري. برزت صحيفة وجه والده ومضى على غلوائه يجري، أولى فأولى أن يساويه لولا جلال السن والكبر. وهما كأنهما وقد برزا صقران قد حطا على وكري. يعني الابن كاد أن يسبق الأب، لكن جلال السن والكبر هو الذي منع الابن أن يعني هي انتصرت لأبيها، ولكن بنفس اللحظة رطبت خاطر أخيها أيضا. هذه القصص أيضا من الأشياء التي احتفظت بها الذاكرة. والصعاليك لهم قصص كثيرة، وهم يتحدثون عن رحلاتهم في البحث عن العدالة الاجتماعية المفقودة. الحقيقة أنت لماذا تحب هذه القصص؟ لأنك ربما عشت واحدة منها. يعني هذه القصة هي ليست قصيدة يكتبها شاعر وهو في برجه العاجي كما يقال، مثلا عن القيام أو المبادئ أو كذا، لا، وإنما هذه القصة يعني عاشها القائل، إما الشاعر أو وصف به من عاشها، فأنت تشعر أنها قريبة منك. يعني أذكر كنت مرة أقرأ في كتاب عن تربية الأولاد، فساق قصة بشكل شعر، هي قصة نقرأها عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما كان في العسس ليلا وسمع امرأة تقول لبنتها: قومي فامذق اللبن، يعني ضيفي له ماء مشان نبيعه بكرة ووزنه يعني يزيد وثمنه يكثر، الربح يكثر. نعم، فقالت لها: لا يا أمه، إن الله يرانا وأمير المؤمنين نهى عن هذا. قالت لها: أين أمير المؤمنين الآن؟ إنه لا يرانا. قالت: بل رب أمير المؤمنين يرانا. يا سلام، هذا الشاعر جاء وصاغها شعرا جميلا جدا، يقول: قالت بنية قومي فامذق اللبن، الماء سوف يزيد الوزن والثمن. قالت لها البنت: يا أمه معذرة، لقد نهى عمر أن نخلط اللبن. قالت لها أمها: أنى يرى عمر صنيعنا، إنما الفاروق ليس هنا. قالت لها البنت: يا أمه معذرة، الله يعلم منا السر والعلن، إن لم يكن عمر الفاروق يبصرنا فإن رب أبي حفص هنا معنا. الله الله الله. فهذه القصة أنت بإمكانك أن تقولها لأولادك ولخلانك. قصص فيها عبر، عبر وقصص بسيطة، تقدم الشعر على مائدة أو على صحن يعني معد بطريقة ولا أروع. هذه جمالية القصص الشعرية. لكن يعني ليس كل القصص الشعرية فيها عبر، أو القصص الشعرية تكون حقيقية. يعني ممكن الشاعر أن يخترع قصة ويدخلها إلى القصيدة، له غايات فنية. طبعا كما يعني نظن أن الحطيئة اخترع القصة لمن كانوا لمن كانوا في الصحراء. نعم، الذي أراد أن يذبح ابنه للضيف وغير. يعني قصة. نعم، واضح أنها من صنع الخيال. وطاوي ثلاثة. نعم. مرمل. نعم. أيضا هناك نوع من القصص تشعر أن الشاعر، سامحني يعني، يكذب حاشاك. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول لمحبوبته مثلا: أنا أحبك. فيعني بين قوسين يخرط خرطة كبيرة. يعني أحد الشعراء يقول: ولما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عندمي، فقلت: خضبت الكف بعدي، هكذا يكون جزاء المستهام المتيم. فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى، مقالة من في الحب لم يتبرمي، وعيش كما هذا خضابا عرفته، فلا تكو بالبهتان والزور متهمي. ولكنني، شوف الخرط الآن، ولكنني لما وجدتك نائيا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي،
بكيت دما يوم النوى فمسحته بكفي وهذا الأثر من ذلك الدم. القصة يعني يمكن أن تقول بعدها الله أو يا سلام أو تتعجب، لكن تأتي فتحلل القصة في المخبر اللغوي فتجد بأنها عبارة عن كنايات من ضرب المستحيل. إذا حللتها في المخبر العقلي لا يمكن أن يكون هذا الأثر من ذلك الدم أو أنها بكت دما أصلا، إلا من باب ماذا؟ من باب تشويقي، من باب أنها اشتاقت إلي. ومن هنا يختلط علي أحيانا أنني لما أقرأ القصة في القصيدة الشعرية أكاد أتلمس الحقيقة وأحيانا أغيب عن الحقيقة، تجد أن الشعر يخترع. صحيح. نعم. ويذهب باتجاه خيال فني واسع جدا في محاولة لإيصال فكرة واحدة. لكن هذا لا يعني أن هنالك قصصا شعرية ليست صحيحة، أو أن يعني أنت ذكرت قصة عن سيدنا عمر. نعم. يعني حافظ إبراهيم حتى في عصر لاحق تحدث عن رسول كسرى لما رأى وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، معروفة القصة. التاريخ لما يتحول فيدخل في القصيدة على شكل قصة جميل. حتى الذي اخترع القصة يعني اعتبر أن القصة غير موجودة، أو أنها على الأقل غير موجودة بهذا الشكل الذي نتداوله من شعر ونثر يعني، ولكن الذي اخترع القصة هو فعل شيئا، يعني يكفي أنه قدم لك شعرا بهذه الطريقة، وهذا كذلك ليس بالأمر السهل. يعني مثلا كثيرا ما تمر علينا قصة معن بن زائدة مع الأعرابي. معن بن زائدة كان واليا على العراق حينها، يعني هو أكيد لن يسمح لأي أعرابي أن يدخل عليه ويقول ويوبخه بهذه الطريقة. هناك صياغة ما حول هذه القصة، ولكن كانت قصة قدمت لنا شعرا جميلا. هي نعم. حقيقية القصة ربما، ولكن ليس بهذه الطريقة التي نتداولها بها. يعني مثلا هو معن بن زائدة كان طبعا معروفا بحلمه وكرمه، حلم وكرم، حتى قال فيه القائل يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله، إذا حال حول لم تجد حول بيته من المال إلا ذكره وجمائله، يضرب به المثل. نعم، بالكرم والحلم. طيب عطينا القصة. نعم. فدخل عليه أعرابي مرة فحاول أن يستفز معن بن زائدة، فقال له أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فقال معن أذكر ذلك ولا أنسى. قال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. يا رجل هذا استفزاز كبير. نعم. فقال معن سبحانه وتعالى ذلك من فضله. فقال الأعرابي ولست مسلما ما دمت حيا على معن بتسليم الأمير. إلى هذه الدرجة. نعم. قال السلام سنة هذا شأنك، لكن رده واجب. نعم. نعم. فقال له سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. قال إن جاورتنا فمرحبا بك وإن فارقتنا فمصحوبا بالسلام. قال له فجد لي يا ابن ناقصة بمال. لا هيك كثير. فإني قد عزمت على المسير. هيك كثير يا دكتور، الله يرضى عليك. نعم. قال أعطوه 1000 دينار. يا ابن ناقصة وأعطوه 1000 دينار. فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. هذا يحكم شنقا يعني في لو أنا مكان معا يعني أعدمته. قال فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. قال أعطوه 1000 دينار. قال قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الكثير. قال أعطوه مثلها. كل هذا الكرم وكل هذه الشتيمة لمعن وهو يعطيه. أعطاه مرتين إلى أن قال الأعرابي سألت الله أن يبقيك ذخرا فما لك في البرية من نظيري. نعم. ما له نظير. نعم. وهو الأعرابي كان قبل أن يأتي إلى معن كان قد تراهن مع قوم على استفزاز معن وأنه يستطيع أن يغضب معنا، فما استطاع. يا سلام. لما لمعن من حلم وكرم.
يعني نعم. تحفو القصائد العرب بهذا النمط، وأحيانا تتداخل القصة فتروى نثرا ويدخلها الشعر. صحيح. نعم. حتى لو أنني أذهب إلى شيء من ذلك، لكن هنالك حمية أكثر من هذا الهدوء والحلم الذي تتحدث به عن معن. أبو محجن الثقفي على سبيل المثال، وكان شاربا للخمر، وقد يعني عزر أكثر من مرة على شربه للخمر وحبه لها. لما قامت معركة القادسية في السنة 15 للهجرة، وكان سعد بن أبي وقاص هو الأمير عليها، عزر فسجن. سجنه سعد في القلعة أو في الحصن الذي يتمركز جيش المسلمين فيه، لأن أبا محجن الثقفي كثير شرب الخمر. بعض الروايات تقول بأن الأمر جاء من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بسجنه. المهم سجن أبو محجن الثقفي، وبدأت رحل المعركة تطحن وتدور، وأبو محجن فارس عظيم وكبير. نعم. فبدأ ينوح ويلوح بأبياته الرائعة الشهيرة: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقية، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصارع من دوني تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة، فأصبحت منهم واحدا لا أخالية، وقد شف جسمي أنني كل شارق أعالج كبلا مصمة قد برانية. ويعني في هذه الأبيات التي كان يسترق فيها مسمع من زوجة سعد بن أبي وقاص التي كانت في الحصن نفسه، والتي يريد من خلالها أن تطلق سراحه حتى يذهب إلى المعركة: وقد شف جسمي أنني كل شارق أعالج كبلا مصمة قد برانية، فلله دري يوم أترك موثقا، وتذهل عني أسرتي ورجالية، حبيسا عن الحرب العوان وقد بدت، وإعمال غيري يوم ذاك العوالية، ولله عهد لا أخيس بعهده، لئن فرجت ألا أزور الحوانية. يا الله ما أجل. يعني هو يقدم عهد أنني إذا فرجت عني لن أشرب الخمر مرة ثانية. فاسترق بهذا موقف زوجة سعد فأطلقته. الغريب أنه أخذ البلقاء وهي فرس سعد بن أبي وقاص، وقالت له اذهب، وأعطاها وعدا وعهدا أنه سيعود إلى سجنه وحبسه إن بقي على قيد الحياة. تلثم وخرج بالبلقاء باتجاه المعركة، يكر ويفر ويقبل ويدبر ويطعن ويضرب، حتى إنه يعني كان له صولة وجولة. سعد أصابته الحمى في ذلك اليوم، وهو فوق الحصن يراقب المعركة، فلفت نظره هذا الفارس القوي الفتي الشقي، فقال: والله لولا أن أبا محجن في السجن لقلت إن الفارس أبو محجن، ولولا أن البلقاء في الحصن نعم لقلت إن هذه الفرس فرسي. نعم. هذه الحركات حركات فرسي، وهم يعرفون مركوبهم جيدا. فأوشكت المعركة على الانتهاء بعد أن أسهم فيها مساهمة قوية وقلب إلى حد بعيد نتيجتها لصالح المسلمين، فهم بالرجوع سريعا قبل أن ينتبه سعد إلى أن زوجه أو زوجته قد أطلقته. وهو عائد في طريق العودة رأته امرأة عجوز، فظنت أنه هارب من المعركة، فقالت متهكمة: من فارس كره الطعان يعيرني رمحا إذا نزلوا بمرج الصفري. فالتفت إليها وقال: إن الرجال على الجياد مبيتهم، فدع الرماح لأهلها وتعطري. يا سلام. تعطري أهل اللغة يقولون أن معناها تطيبي للرجال، أنا أقول لا، معناها فرقينا بريحة طيبة. أيوة فارقنا بريحة طيبة، خلص يعني. هي هذا معناها تماما. في رواية للبيت هي تقول له: من فارس كره الطعان يعيرني فرسا إذا نزلوا بمرج الصفري. نعم. فيقول لها: إن الرجال على الجياد مقيلهم، فدع الجياد لأهلها أو فذر الجياد لأهلها وتعطري. فذهب وأدرك نفسه في الحبس مقيدا نفسه، فروت له زوجة سعد للأمير ما حدث بينهما، وأطلق سراحه بعد ذلك على ألا يعود إلى شرب الخمر مرة أخرى. هذا يرد في سياق ما بين النثر والشعر، في القصص الشعرية
إلى حد بعيد نحن نؤمن بحضور التاريخ في هذه القصص، وبنفس اللحظة بحضور حالة فنية جميلة حينما يتحول الشعر إلى دراما. والله هذا ما كنت سأقوله. يعني من هذه القصيدة، قصيدة أبي محجن الثقفي، يعني هذه تجعلنا نقول شيئا، ليس كل الشعر القصصي هو شعر سطحي. هناك شعر عالي قرأناه لجرير في بعض قصصه، قرأناه لتميم بن جميل السدوسي، هذا الذي أتى به المعتصم أو أتي به إلى المعتصم الخليفة ليقتله. فأنت تقرأ شعرا عاليا ليس شعرا سطحيا، يعني فقط حتى يقال أو هو من نسج الخيال أو الشعبيين. يعني ما قصة جميل مع المعتصم؟ تميم بن جميل السدوسي، اسمه تميم بن جميل، من تغلب. هو يعني وجد في جماعته قوة فتغلب على شاطئ الفرات، يعني أعلن العصيان والتمرد. كان معارض سياسي بلغة العصر تماما لحكم العباسيين، الخليفة المعتصم كان يحكم حينها، فأرسل واليه الخليفة المعتصم مالك بن طوق فأتى بتميم بن جميل، يعني مسكوه، نعم، تقبض عليه وأتي به إلى الخليفة المعتصم. فلما مثل بين يديه كان تميم بن جميل السدوسي جسيما وسيما قسيما، يعني كان يعبي العين، اسمه تميم بن جميل، نعم. فنظر إليه المعتصم وجعل يصعد النظر فيه، وتميم يعني ساكت، هو يبدو أن المعتصم ما بيعرفه من قبل، يعني لا يعرفه، نعم تماما، ما عنده، ولكن أعجبه منظره، ما عنده فيش بالأمن الجنائي يعني، نعم. فأراد المعتصم أن يعرف أين مخبره من منظره. قال فقال له يا تميم لقد جئتني، فأتي بعذرك وأدلي بحجتك. فقال والله أما وقد أذن لي أمير المؤمنين فإنني أقول الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يا أمير المؤمنين جبر الله بك صدع الدين ولما بك شعث المسلمين، إن الذنوب تخرس الألسنة الفصيحة وتعي الأفئدة الصحيحة وقد عظمت الجريرة وكبر الذنب وساء الظن ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك. مجهزها من قبل، نعم. الله وكيلا. وإني لأرجو أن يكون أقربهما أو أسرعهما منك أشبههما بك وأولاهما بخلافتك. هذا مش معارض سياسي، شوف على هالجمال، والله هذا النثر هو الشعر، لكن في استجداء، روح استجداء. يعني هو معارض سياسي وشكل كتيبة عسكرية منشقة عن حكم الخلافة العباسية ثم يقول هذا الكلام، يعني فيه إطراء نعم هو اعترف بذنبه، قال عظمت الجريرة وكبر الذنب وساء الظن ولم يبقى إلا عفوك أو انتقامك. خذلني يعني، نعم. كنت أريد منه أن يكون أكثر قوة أبداً. طيب شعرا ماذا قال؟ قال له أرى السيف أرى الموت، انظر انظر، أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتلفت، انظر إلى هذا التوصيف، أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتلفت وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي وأي امرئ مما قضى الله يفلت، يعز على أبناء تغلب موقف يسل علي السيف فيه وأسكت، وما جزعي من أن أموت وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، يا حرام، فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت موت، وكم قائل لا يبعد الله روحه وآخر جذلان
يسر ويشمت. الله الله، يا سلام للشعر، أو يا سلام على الشعر حينما يتشفع لمعارض سياسي عسكري أمام سلطان بحجم المعتصم. هل تظن أن الشعر في العصر الحديث يمكن أن يشفع أمام سلطان فيطلق السراح ويزال المراح؟ أي المراح والله ما أدري ما معناها، بس طلعت على القافية. والله يعني هذه تحتاج إلى مروءة المعتصم في الحاكم وشعرية تميم بن جميل. نعم. وشعرية المعتصم حتى يقال نعم. أن المأمون جاء أيضا بمعارض سياسي يوما من الأيام ووضعه أمامه، وخلاص الحكم يبدو أنه شبه صادر ميداني، فقال للمأمون: زعموا بأن الباز علق مرة عصفور بر ساقه المقدور، فتكلم العصفور تحت جناحه والباز منقض إليه يطير. ما بي لما يغني لمثلك شبعة، ولئن هلكت فإنني لحقير. فتبسم الباز المدل بنفسه كرما وأطلق ذلك العصفور. يعني هنا أيضا تشفع الشعر أمام الحاكم أو السلطان بموقف قصصي مثير، أطلق سراح تميم بن جميل المعتصم، المأمون أطلق هذا الرجل أيضا لأنه قال أبياتا استرقى فيها قلبه. يعني عودا على سؤالك، هذه تحتاج إلى مروءة في الحاكم أولا لكي يتشفع الشعر لمعارضيه أو الكلام الجميل، ثم إن الحاكم قد يكون ذاته هو شاعرا أو ذواقا للشعر. يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان يمشي في الليل فسمع امرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه، ولو خشية الرحمن تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. لأن زوجها قد فارقها فترة ليست بالقليلة. ماذا فعل؟ نعم، هو كان في العراق في جيش سعد ابن أبي وقاص، فذهب سيدنا عمر وسأل يعني ابنته حفصة كم تصبر المرأة على فراق زوجها، فقالت له كذا، فأصدر قرارا أن لا يغيب الزوج عن زوجته أكثر من المدة الفلانية. أرأيت؟ وسيدنا عمر كان ذواقا للشعر، حتى الحطيئة يعني لما تشفع عنده تماما بالأبيات. هج الزبرقان بن بدر قال له: دع المكارم لا ترحل لبغيتها. الحطيئة هجا، الحطيئة هجا الزبرقان بن بدر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فجاء الزبرقان يشكو الحطيئة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لقد هجاني. قال: وما قال؟ قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. قال: والله ما أراه هجاء. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم نعم. الكاسي، يعني أنت شغلتك تأكل وتشرب. تماما. قال لسيدنا عمر: هل صرت أنا لا أعد إلا أن أكون آكلا أو شاربا؟ مذمة عند العرب. يعني هذه كبيرة. واستشار حينها سيدنا عمر حسان بن ثابت: هل هذا هجاء؟ قال: نعم لقد هجاء. فسجن الحطيئة، وأرسل الحطيئة لسيدنا عمر أبياتا يعني يتودد بها، يتعطف قلب سيدنا عمر: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ عن أولاده الذين تركهم وراءه، ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل، لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسيهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. الله فأطلقه الله. سيدنا عمر واشترى لسانه كما يقال، يعني على ألا يعود لمثلها من شتم أعراض المسلمين والافتراء عليهم وكذا. جميل. على فكرة من باب التذوق هؤلاء الكبار، يعني أروي هذه: عبد الملك بن مروان سأل الإمام الشعبي، قال له: من أشعر العرب؟ قال الشعبي: والله يا أمير المؤمنين، لقد خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم وإذا بوفد من غطفان على بابه، فقال: من من شعرائكم الذي يقول: وإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع؟ نابغة. فقالوا: النابغة الذبياني.
قال: فمن من شعرائكم الذي يقول كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب؟ النابغة. فقالوا: النابغة الذبياني. قال: فمن من شعرائكم الذي يقول إلى ابن محرق أعملت نفسي وراحلتي وقد هدت العيون فألفيت الأمانة لم يخنها كذلك كان نوح لا يخون؟ قالوا: النابغة الذبياني. قال: فذلك أشعر الشعراء. يا سلام يا سلام. يعني هؤلاء الذواقون نقاد، يعني كان الشعر مائدة حياتهم. نعم. وكان يعني يتسامرون بالشعر ويتحادثون بالشعر ويتقاصصون بالشعر. صحيح. يعني القصة الشعرية والله ليس غريبا أن ترد وأن تحضر كل هذا. المعتصم الذي رويت عنه ما رويت كان جالسا مرة على سطح القصر فنظر فرأى أن القمر يبدو بين الغيوم ثم يظهر يبدو، ثم كان عنده الوزير الحريري فقال له تأمل هذا المشهد، فأتى بالوزير بمعنى طريف يمتدح فيه المعتصم بغض النظر عن، لكن فنية الأبيات حلوة. قال له: أرى بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم يلتحف السحابة ذلك أنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا فغاب. يا عيني يا عيني. الشعر القصصي له زعماء كثر في التراث العربي، من أشهر زعمائه عمر بن أبي ربيعة شاعر قصصي، ربما هو من أكثر الشعراء الذين أكثروا المغامرات. صحيح. نعم. في شعرهم لكنه كان يعني رومانسيا كثيرا إلى حد بعيد. هيج القلب مغان وصير دارسات قد علاهن الشجر ظلت فيها ذات يوم واقفا أسأل المنزل هل فيه خبر بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بالأغر. يعني ابن الحلال عند ذكره ببال. يا عيني عليك. بينما يذكرنني أبصرنني. كانوا يحكوا في سيرتي فجئت. بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بالأغر. غريب، عنده دراسة نفسية مذهلة. هم كانوا ثلاث فتيات كبيرة ووسطى وصغيرة. الكبرى يبدو أن العمر مشى فيها فكان كلامها جاف وسؤالها قاس، والصغرى كانت بموقع حيادي ليس لديها مشاعر تجاه الشاعر. هذه الوسطى عفوا، الوسطى. نعم. ليس لديها مشاعر. أما الثالثة فكان يعني خلينا نقول سحاب العاطفة ما زال نديا. بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بالأغر. قالت الكبرى: أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر. شوف على الحوارية، يعني حوارية عالية ليس فقط قصة. قالت الكبرى: أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر، لكن عمر حاف جاف. قالت الصغرى: وقد تيمتها، قد عرفناه وهل يخفى القمر. وذهبت قولا هذه وهل يخفى صارت القمر. نعم. صارت قولا قد عرفناه وهل يخفى القمر. من هنا ممكن أن أطرق حجرة من حجرات منزل الشعر القصصي، وهي الشعر القصصي الذي فيه عاطفة والذي فيه حب. الدكتور مانع سعيد العتيبة الشاعر الإماراتي له قصائد كثيرة في الشعر القصصي. قرأت له مرة قصيدة يتحدث فيها عن حوار أو رسالة تنقلها نسمة من النسمات موصلة شيئا من الحبيب. إذا عندك صبر تسمع النص ممكن أقرأ. نعم أكيد. لأنه في شوية طول. ألا يا نسمة الفجر أثرت الشوق في صدري حملت رسالة كتبت بماء الورد والزهر من الأحباب قد وردت وفيها النثر كالشعر صحوت على قراءتها فضج الجو بالعطر وقمت لها بترحاب وسار الشوق في إثري سألت بوجد منشغل ولهفة فاقد الصبر عن الأحباب فابتسمت شفاه نسيمة تغري. يا سلام. وقالت لي بعينيها أنا أدري ولا أدري وقالت لي بعينيها أنا أدري ولا أدري. نعم. فقلت لنسمة جاءت تثير الموج في بحري
أزحت رماد آلامي فشب الشوق في جمري. أنا أدري بما يخفي حبيب القلب والعمر، وأدري أن دربينا صراع الوصل والهجر، وأنهما سيلتقيان عند رياضنا الخضر، فنسكر في تلاقينا بلا كأس ولا خمر. ألا يا نسمة حلت علي كوابل القطر، حملت العطر من خلي ولا يكفي هنا شكري، خذي للخل أشواقي ينوء بخطها حبري، وقولي إنني المضنة ودمعي في النوى يجري، يكاد الشوق يفتك بي ويسلمني إلى قبري، أنا إن مت ظمآنا فهل للخل من عذري. يا الله الله، هنا يعني تحضر القصة الشعرية بحلة عاطفية، صحيح، بحلة أدبية. نزار قباني كتب أيضا في القصة الشعرية جلست والخوف بعينيها في قارئة قصيدته في مدخل الحمراء، قصة شعرية، كيف لقي الفتاة الإسبانية التي جدودها عرب، عرب عمر أبو ريشة له ذات القصة في الطائرة، كيف لقي فتاة إسبانية أجدادها عرب. يعني هذه قصص، حتى نزار قباني صار يصف كيف يمشي معها وكيف رآها قبل أن ندخل في القصة، وماذا سألها تستحق الوقوف. أسألك سؤال جاوبني بصراحة، تفضل. هل تعتقد أن نزار فعلا التقى بدليلة سياحية إسبانية وجرى بينهما هذا الحوار، أو أن عمر أبو ريشة كان في الطائرة إلى جانب حسناء إسبانية فسألها، أم هي حالة فنية استدعت إسقاطات تاريخية ما ووفق فيها عمر أبو ريشة ونزار الحوار قباني؟ صنعه أو صنعته الشاعرية عند الشاعر. ربما التقى نزار قباني بفتاة إسبانية أجدادها من العرب، وكذلك عمر أبو ريشة، ولكن لم يجري بينهما هذا الحوار يعني، ولكن شاعرية الشاعر هي التي صنعت هذا الحوار. يا سلام. فكان حوارا رائعا جدا جدا. يعني أحيان الشاعرية هي التي تصنع هذه الجمالية، مثل لما ذكرت المعتصم، أحمد بن المعتصم كان أميرا، أبو تمام مدحه، قال له إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. صحيح أنتم الشعراء تبصرون ما لا نبصر نحن العامة؟ كثير من القصائد التي كتبت عندما تقرأها كأنك تقرأها اليوم، ومنهم نزار قباني، اقرأ له يا تونس الخضراء، والله كأنك تقرأها كأنه يكتبها الآن أو كتبها الآن. طيب في المدخل الحمراء إيش قال؟ فقط أرجع إلى أبي تمام. قال له إقدام عمرو، عمرو بن معدي كرب، إقدام عمرو في سماحة حاتم، حاتم الطائي، في حلم أحنف، الأحنف بن قيس، في ذكاء إياسي، إياس بن معاوية من أذكى العرب، كان أحد الجالسين مع الأمير أحمد بن المعتصم، يعني هذا معلي السقف، قال له والله ما أعطيت الأمير حقه. فقال أبو تمام مباشرة: لا تعجبوا ضربي لمن هو دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. الله الله، انظر إلى الشاعرية كيف جعلت الموقف موقفا عاليا، أضافت جمالية رهيبة. نزار قباني في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، هو يروي لك قصة، وأنت عليك أن ترى هذه السلاسة، هذه العذوبة، هذه الرقة. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا. دكتور أنس، بدي أقاطع قبل أن تبدأ، فضل. ولا يزعل منا يعني سيد المخرج، أنا سمعتك تقرأ هذه القصيدة أكثر من مرة وبطاقة انفعالية قوية، وأريد أن أطلب منك طلبا. أعتقد أن جو القصيدة فيها كثير من الحزن على ما آل إليه العرب، نعم، وعلى ما خلفوه من تاريخ، إذا قست حاضرهم التعيس بماضيهم المجيد. هل يمكن أن تقرأ هذه القصيدة بجوها الحزين دون أن تتعالى على يعني ما فيها من تفاصيل قاسية بهذا الصوت الجميل والقوة الأدائية؟ اقرأ لنا إياها يا سيدي من دون أن تتكلف ذلك. هذه القصة أو القصيدة ما قرأتها يوما إلا وبكيت. طيب أبكينا، نعم، معك، نعم، قليلا. الآن سأحاول أن لا أبكي. لماذا؟ لأن هذه القصيدة تستدعيك، أنت تستحضر تاريخك في هذه القصيدة. نزار قباني كان رائعا في أسلوبه، هو يروي لك قصة ولكن بشاعرية رائعة، بفنية عالية،
ولا يبتعد عنك أبدا، هو قريب من قلبك وهو يقول هذه الكلمات، قريب من الإسبانية أيضا، قريب من تاريخك. طيب نعم، يقول في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعادي، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي. هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت وفي غرناطة ميلادي. غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي، وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي. ما أغرب التاريخ، كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي، وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي، ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي، والياسمينة رصعت بنجومها والبركة الذهبية الإنشادي. ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي، في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي. ومشت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي، ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي، ووراءنا التاريخ كوم رمادي. الزخرفات أكاد أسمع نبضها، والزركشات على السقوف تنادي. قالت هنا الحمراء زهو جدودنا، فقرأ على جدرانها أمجادي، أمجادها. ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي. يا ليت وارثته الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي، عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. قاتل، قاتل، يعني ذبحتنا. يعني هذه قصة عالية، شاعرية عالية، استطاع بكل قوة الدخول إلى عواطفنا. نعم. واستدعاء التاريخ وإسقاطه على الواقع. ولم تكن القصة الشعرية لأنه يريد أن يعرض دراما ما أو حبكة ما أو أن يستعرض حتى جمال الفتاة. نعم. يعني أنت ذكرت سارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي، أو لم يهتم لتفاصيلها إلا لأنها تذكره بتفاصيل دمشق. فعل ذلك عمر أبو ريشة أيضا. نعم، في قصيدته. نعم. وثبت تستقرب النجمة، تستقرب النجمة مجالة، وتهادت تسحب الذيل اختيالة، وحيالي غادة تلعب في شعرها المائج غنجا ودلالة، طلعة الرية وشيء باهر، أجمال جل أن يسمى جمالة، فتبسمت لها فابتسمت وأجالت في ألحاظا كسالة، وتجاذبنا الأحاديث فمن خفضت حسا ولا سفت خيالا، كل حرف زل عن مرشفها نثر الطيب يمينا وشمالا. قلت يا حسناء من أنت؟ ومن أي دوح أفرع الغصن وطال؟ فرنت شامخة أحسبها فوق أنساب البرايا تتعالى، وأجابت أنا من أندلس، جنة الدنيا سهولا وجبالا، وجدودي ألمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه جلالا، حملوا الشرق ثناء وسنا وتحدوا ملعب الغرب نضالا، فنم المجد على آثارهم وتحدى بعدما زالوا الزوالا، هؤلاء الصيد قومي فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجالا. يقول أطرق القلب وغامت أعيني برؤاها وتجاهلت السؤال. تعذب المثقف العربي والشاعر العربي في القرن العشرين وهو يبحث عن مجد لهذه الأمة التي أصابتها النكبة ثم أصابتها النكسة،
وكانت القصة الشعرية والشعر القصصي حاضرا. نحن بدأنا مع امرئ القيس بمغامراته وعرجنا على الخلفاء وعدنا إلى حيث المشكلة الأساسية. وما يجدي افتخارك بالأوالي إذا لم تفتخر فخرا جديدا، وهل إن كان حاضرنا شقيا نسود بكون ماضينا سعيدا. ما زالت كتب النثر والشعر والشعر القصصي والقصة الشعرية والأجناس الأدبية المتداخلة وغير المتداخلة تروي لنا ماضيا نرجو أن نعيد من إشراقه حاضرا ومستقبلا، سواء بالأدوات المعرفية أو بالأدوات الفنية وبالتقدم العلمي والتقني والصناعي وغير ذلك. إننا ننتقل من دراما إلى دراما كما أنتقل الآن في نهاية هذا الحديث. سامحني، يعني قد أبكيتك وأبكيتني. هو الشعر يعني يثير الشجون. شكرا لمنزل الشعر القصصي، ولربما ننتقل إلى منزل مجاور له إذا كنا نستطيع أن نخرج من بابه. شكرا يا دكتور أنس.